هل يجزئ في تغريب الزاني أن يودع في السجن؟ لا، هذا عند الحنفية أن النفي أو التغريب أنه السجن، لكن الجمهور يقولون لا، التغريب هو نفيه من البلد إلى بلد آخر لأجل يتغير عليه المكان، ولأجل أن يذهب إلى ناس لا يعرفهم ويبعد عن محل الفتنة لعله يستصلح هناك. نعم.